اللي بغى بحال دابا يخرج يمشي يخيم في البحر ولا في الغابة ولا في منتزه، شنو كنوصيوه؟ أول حاجة ما يديش لادا، ما يديش الديسير، الخضر والفواكه ولا اللحم ولا الحوت ولا هاد الشيء. حنا كنعرفوا بأن كاينين هذاك علب ديال السردين ولا ديال الطون ولا ديال أي حاجة، هادوك العلب يمكن يديرهم في الخبز ويديهم معه. يتجنب كذلك كل من هو مسائل مشتقات ديال الحليب. المناضة ما غتخسرش، الماء ما غيخسرش، هذا الشيء كله. عنده وليد البسكوي حتى هو يمكن له، أو حلوة اللي وجدها في الدار حتى هو يمكن له باش يغلق عليه شي شوية، يغلق له شي شوية الجوع تيدخل الدار. هذا الشيء اللي كيمكننا ننصحوا به الناس. وكذلك كننصحوا بأنهم إلا غيمشيو إلا غياكلوا برا في محل ديال اللي كيبيع اللي كيبيع الماكلة، أنه بحال اللي قلنا خص على الأقل تكون ثلاجة، يكون دورة المياه، يكون الماء الصالح للشرب، يكون المحل نقي. وهذا الشيء ما كيعنيش أن في لي ريستوران ولا في الديور راه ما كاينش تسممات. بالنسبة للتسممات الغذائية اللي في قلب المنازل، هاد التسممات الغذائية اللي في قلب المنازل اش كيكون المشكل؟ كيكون الإنسان إما شرى الماكلة خاسرة ديجا، ولا إما جابها وما غسلهاش مزيان، ولا إما جابها وما دخلهاش للثلاجة، ولا إلا شط عليه الماكلة وبغى يعاود ياكلها نوبة أخرى، كنوصيوه أنه يطبخها مزيان، خصها تغلى على الأقل 10 دقائق فوق العافية عاد ياكلها. كذلك كلهم المسائل اللي خضر والفواكه في هذا الوقت هذا ديال الصيف، من الأحسن نغسلوهم ونديرو فيهم شي شوية الخل ولا شي شوية الماء جافيل، هما اللي كيجعلونا. وكذلك النظافة ديال اليدين، حنا كنقولوا بأن اليدين خصهم لربة البيت ولا اللي كيوجد الماكلة خصو يغسل يديه بزاف بالنوبات. داك الفاطل اللي عنده في الكوزينة خصهم يتبدلو بصفة منتظمة، لأن حتى هما كيمكن لهم يكون فيهم الميكروبات. إلا كان كيستعمل واحد الموس اللحم ما غيردوش باش يستعملوا الفواكه والخضار أولا. هادو مسائل اللي بديهية. الثلاجة راه ما هياش بلاكار، الثلاجة راه كيتخباو فيها الحوايج وخص يكون اتساع ما بين الحاجة والحاجة، لأن خص الهواء البارد يدوز ما بين المأكولات. الثلاجة خصها تغسل على الأقل نوبة في الأسبوع.